موعدها ولا هيتم التأجيل مرة؟ لا هو الدوري موعده سبت يوم 26 وده حسب ما أعلن السيد وزير الرياضة وبعد التنسيق مع لجنة الأندية مع وزارة الداخلية ووزير الرياضة تم الاتفاق على أن ينطلق الدوري يوم 26 في تكهنات كثيرة هو بعد الدستور هيتأجل اللي بعد الدستور هيتأجل مش عارف إيه الكلام ده لم يأتي به أي شيء سواء ما هو ده اللي أنا عايز أتكلم عليه إلى الآن مفيش الموافقة بتاع وزارة الداخلية لكن موافقة وزارة الداخلية مكتوبة لكن وزارة الداخلية حسب كلام رئيس لجنة الأندية الدكتور كمال درويش والسيد وزير الرياضة ان تم موافقه من ده اللي حصل فالوقتي احنا منتظرين موافقات الداخليه وزي ما اتقال ان الدوره هينطلق يوم 26 طب بالنسبه لمواعيد الملاعب الملاعب يعني في ملاعب كتير جاهزه ملاعب القوات المسلحه واستاد القاهره واستاد اسكندريه واستاد الماكس يعني الاستادات كلها كيف الاستقرار بتاع الملاعب دي يستقروا عليها الملاعب يعني الملاعب لا يعني هيتم تحديدها هو هيتم تحديدها لما يجي جواب الداخليه ان شاء الله انتوا مثلا استعجلتوا الجواب ولا مستنيين احنا مستعجلين الجواب والجواب احنا في انتظاره ممكن يجي في اي لحظه حسب التاكيدات في تاكيدات كانت بهذا فننتظر ما نسبقش الاحداث الحاجه الاخيره اللي انا عايز اقولها ان يعني ده عايز اسالك برضه بالنسبه للتحليل لا الدستور يوم الاستفتاء على الدستور يوم فرح كمصر والدعوة عامه عشان كلنا نقول نعم اخر حاجه بالنسبه للصحفيين انا شايف الصحفيين كتير لا اصل احنا لسه ما استلمناش البرنامج دي المشكله يعني احنا بنيجي ودي بس ده احنا ما استلمناهوش وبعد الدخول دلوقتي على اساس ان لسه ما استلمناهوش ايوه بالظبط كده لكن مفيش مانع للصحفيين لا طبعا لا 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 لا, لا ده جايين يقدموا رساله ولازم يعني ولازم ان انا اساعدهم في هذا فمفيش مشاكل ان شاء الله خالص ربنا يوفقك ربنا يخليك شكرا